بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المرحلة الابتدائية الصف الأول الفصل الدراسي الثاني مادة لغتي. موضوع درسنا وتدريبات على درس حرف الياء. إعداد وتقديم الأستاذ فهد عبد الرحمن الميمان. سنتعلم اليوم أحبائي تدريبات على حرف الياء. كيف نكتب حرف الياء؟ وكذلك كيف نكتب حرف الياء أول كلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة؟ كذلك سنتعلم كيف ننطق حرف الياء بالتنوين، وسنأخذ كلمات تحوي حرف الياء ساكن. شاهد تدريبات على كتابة حرف الياء. نتدرب مسك الصحيح للقلم ثم نكتب حرف الياء وموقعها الصحيح على السطر. نعم، بالضمة كذلك وبالكسرة ي. نكتب حرف الياء في أول الكلمة مع السطر، نضع نقطتان، ونكتب حرف الياء في وسط الكلمة، نضع البوصلة ثم حرف الياء والنقطتان، وكذلك حرف الياء في آخر الكلمة الطريقة الأولى متصل، والطريقة الثانية يكتب حرف الياء منفصلا لوحده على السطر. وسنأخذ أمثلة على كتابة حرف الياء لوحده منفصلا. نمسح، نأخذ كلمة ياء، كو، لو، يأكل. يأكل هو مثال على كتابة الياء أول الكلمة، يأكل. نأخذ كلمة يكون حرف الياء في وسط الكلمة، نشيء، ثلاث نقاط لحرف الشين، ثم ياء يكون ياء مد، شين كسرة شي، ثم حرف الطاء. نشاهد كيف نكتب حرف الطاء، ثم نعم خط مستقيم، ونضع التنوين طن، نشي طن. نريد كلمة يكون حرف الياء في آخرها، ياء أب سكون، حرف الكاف من الأعلى إلى الأسفل، كي كسرة، ثم حرف الياء متصل في آخر الكلمة، يبكي. يبكي. ماذا سنكتب؟ حرف الياء تكون في آخر كلمة لوحدها منفصلة على السطر، كلمة شاي. كلمة شاي. شاهد حرف الياء في آخر كلمة ومنفصلة لوحدها على السطر. إذا أخذنا أمثلة
جميع طرق كتابة حرف الياء في أول كلمة وفي وسط الكلمة وكذلك في آخر الكلمة، متصل ومنفصل. إذا اليوم أخذنا حرف الياء، اسمه حرف الياء. كيف يكتب حرف الياء؟ نبدأ بقوس ثم قوس آخر ثم نقطتان. نأخذ هنا أحبائي تنوين حرف الياء. تنوين ثلاثة أنواع: تنوين بالفتح، ين، قلنا الفتح لابد وضع الألف، قلنا تنوين الفتح كالطائر لابد وضع عمود حتى يقع عليه، لا ننسى الألف عند تنوين بالفتح. كذلك التنوين الآخر وهو تنوين بالضم، تنوين ضمتان، ين. إذا قلنا بالفتح ين وين وبالكسر ين، ثلاثة أنواع للتنوين: ين، ين، ين. ممتاز، نتذكر كيف ننطق التنوين. إذا نطق ين ننطق الياء فتحة زائدا النون. نأخذ مثال ين، كرسي، ين تنوين بالفتح، كرسيا. تنوين بالضم كذلك، ضمة صوت قصير، يو بالإضافة إلى النون، تنوين يون، يون. نأخذ مثال على التنوين بالضم، بالضم يكون كرسي، بالضم يكون تنوين كرسي. نأخذ كذلك تنوين بالكسر، مثال سيكون التنوين بالكسر كرسي. إذا الياء كسرة ي زائد النون ين، كرسي ين. إذا كرسي ين. تنوين أحبائي إذا ثلاثة أنواع: تنوين بالفتح ين، تنوين بالضم ين، والأخير تنوين بالكسر ين. إذا لا ننسى ثلاثة أنواع من التنوين. شاهد هذه الصورة أحبائي، نريد أن نشكل من هذه الأشكال حرف الياء. لنبدأ رسم حرف الياء من هذه الأشكال. سيساعدنا عمر. لنأخذ الشكل الأول، بداية كتابة حرف الياء. دائما نبدأ الكتابة من الأعلى إلى الأسفل ومن اليمين إلى اليسار. نبدأ كتابة حرف الياء، نشاهد حرف الياء، قوس الثاني، نعم نشاهد حرف الياء، ثم على السطر في الأسفل، ثم نغلق حرف الياء بالقطعة الأخيرة. نشاهد حرف الياء، نعم نغلق، بقي النقطتان، نأخذ النقطة الأولى نضعها في مكانها الصحيح كما هو في شكل الياء، ثم نأخذ النقطة الثانية. نعم رائع. إذا رسمنا حرف الياء من الأشكال المبعثرة. نعم ها هو حرف الياء.
يعني تدرب على كتابة حرف الياء. نكتب من الأعلى قوس، ثم قوس آخر للأسفل، شاد حرف الياء، ثم قوس للأعلى، ثم نغلق حرف الياء. بقي النقطتان، نضع النقطتان أسفل الحرف. النقطة التالية وينتهي حرف الياء. إذا حصلنا على حرف الياء. نكتب حرف الياء في أول الكلمة بالطريقة التالية، ثم على السطر نضع النقطة، ثم النقطة الثانية ليكون حرف ياء، يكون حرف ياء. عند كتابة حرف الياء كذلك له ثلاثة أصوات، للفتحة ياء كما في كلمة ير كضو، ير كضو. كذلك حرف الياء في أول الكلمة يكون بالضم وينطق يو يو. نأخذ كلمة تبدأ بحرف الياء بالضم يو، سا يسا، ياسين صوت طويل ممدود، يسا فيرو. إذا بقي حرف الفاء وحرف الراء، يسافرو. كذلك أحبائي حرف الياء أو الكلم بالأصوات القصيرة بالكسرة، إذن عليكم أحبائي أن تكتبوا كلمة تبدأ بحرف الياء بالكسر، ونشاهدها في الدرس القادم إن شاء الله. نأخذ هنا حرف الياء في وسط الكلمة، نبدأ بالبصلة من الحرف السابق، ثم نبدأ بحرف الياء كما كتبناها أول كلمة، خط عمودي صغير، ثم على السطر خط، ثم النقطتان هون حرف الياء، وكذلك فتحة وضمة وكسرة في وسط الكلمة. نأتي إلى حرف الياء في آخر الكلمة، يكون متصل، هو شكل حرف الياء منحنى الأول والثاني والمنحنى الأخير لإغلاق حرف الياء، ولا ننسى النقطتان. كذلك يأتي بالفتحة والضمة والكسرة، ولا ننسى أن حرف الياء يأتي منفصل لوحده على السطر. هنا أحبائي حرف الياء بالأصوات الطويلة، ياء يو، وبقي يي. كيف نكتب حرف الياء؟ اكتب كلمات تحوي حرف الياء، انطق حرف الياء بأصواته الطويلة. كذلك تعلمنا اليوم تدريبات على حرف الياء ونطقه وكتابة ونطق حرف الياء بالتنوين كذلك، وتعلمنا كتابة كلمات تحوي حرف الياء.